شو توتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. في سؤال مهم جدا المفروض نسأله لنفسنا، ألا وهو: هل لازم ندخل امتحان إيطالي؟ يعني الامتحان اللي هو بيثبت ان احنا بنعرف اللغة ماشي بالمستوى الفلاني، هل ده ضروري؟ انت دلوقتي لما بتيجي تتعلم لغة بيكون عندك اهداف، هدف انك مقيم، انك بتشتغل، انك بتدرس. كل امتحان له خلاص الهدف بتاعه. هنبتدي باول حاجة، عندنا الامتحان الاولاني اللي هو الأ دوا، هو الامتحان الخاص للحصول على الإقامة المفتوحة اللي هي كانت الاول اسمها الليميتادا، وحاليا بقت محددة ب10 سنين، قابلة للتغيير عادي جدا عن طريق حاجة اسمها اجورنامينتو اللي هو التحديث. تاني امتحان عندنا هو امتحان البي اونو، بعد اقامتك 10 سنين متواصلة في الدولة اوكي، وبتيجي تقدم على الجنسية الايطالية او لا تشيتا دينانسا، فانت بتحتاج تعمل الامتحان ده. الامتحان الثالث هو البي دو، لو انت مقيم خارج ايطاليا وليكن في مصر او في اي دولة تانية وناوي تقدم على الدراسة في ايطاليا، فلازم يكون معاك شهادة تثبت انك بتعرف البي دو حتى تكون قادر على الدراسة باللغة الايطالية. وفي بعض الجامعات حتى لو انت هتدرس بالانجليزي مطالب منك برضو انك تحصل على شهادة البيدو. فانتوا تراجعوا خلاص موقع الجامعة والسكرتارية وتشوفوا هما محتاجين ايه بالظبط. طيب، هل الحصول على الامتحانات دي صعبة ولا سهلة؟ مفيش حاجة صعبة ومفيش حاجة سهلة، طالما انت ارتضيت انك تتعلم لغة وتذاكر وتهتم طبيعي الأمور هتبقى سهلة ما هي صعبة. ولكن لو أهملت، لو ما مشيتش على حسب نظام، طبيعي الدنيا هتبقى صعبة. استنوني في فيديو تاني علشان أكمل لكم الكلام عن الامتحانات، أنواعها، موعدها، أسعارها كمان. تشاو توتي.